بسم الله الرحمن الرحيم. شابتر 6 ماكسيلري ميجر كونكتورز بارت 2. احنا كنا في شابتر 6 اتكلمنا عن الميجر والماينور كونكتورز، وادينا فكره عن الكلاسيفيكيشن بتاعنا عن الميجر كونكتورز والماينور كونكتورز وظيف كل حاجه. في الجزء اللي قبل كده اتكلمنا على الماكسيلري ميجر كونكتورز، في بعد كده هنتكلم عن الماندبولار ميجر كونكتورز. في الجزء دوت هنكمل بقيه الماكسيلري ميجر كونكتورز. احنا كنا اتكلمنا في البارت اللي فات على السنجل بلاتال بارز، سواء انتيريور وبوستيريور والميدال بلاتال بارز. احنا قلنا انا عندي خدنا النوع الاولاني اللي هو السنجل بلاتال بارز، انما في الدبل بلاتال بارز هو عباره عن تو بارز، انتيريور بلاتال بارز مع البوستيريور بلاتال بارز في نفس الوقت، فبيعمل حاجه اسمها الرينج ديزاين زي ما احنا شايفين. هو بيكون من انتيريور بلاتال بار وبوستيريور بلاتال بار في نفس الوقت، والجزء اللي في النص عامل فاضي، عامل زي الرينج ديزاين او شكل الحلقه. الميزه بتاعته ان احنا كده بنستخدمه في جميع الحالات لكل الكلاسز اللي موجوده، لان انا موجود عندي انتيرور وبوستيرور، ممكن الانتيرور بالاتال بار بيستخدمه كاندايك ريتينر للجزء بتاع البوستيرور السدل، والجزء بتاع البوستيرور بالاتال بار بيستخدم في كلاس حاله كلاس 4 كاندايك ريتينر. وفي نفس الوقت ممكن استخدمه لو في عندي لونج سدل في كلاس 1 وكلاس 2 وعندي موديكيشن في الانتيريور تيس، ممكن نستخدمه بكل سهوله جدا، وهو في نفس الوقت ايه موست ريجيد بلاتال ميجر كونكتورز. في نفس الوقت ايه بنتجنب افويد التورس بريزنت. لو انا عندي موجود في جزء في التورس في الميدل موجود، فاحنا كده بنتجنبه ومفيش اي مشكله خالص، فهو كويس جدا، وفي معظم الحالات بنقدر نستخدم الدبل بلاتال بار او الرينج ديزاين. نقراها كده: structurally it is the most rigid of palatal major connectors، عشان بيتكون من anterior palatal bar و posterior palatal bar في نفس الوقت. may be used in almost any maxillary partial denture design، زي ما احنا قلنا كده ممكن نستخدمه في جميع او معظم حالات المكسيلي partial denture، especially when a torus is present، في حالة وجود التورس. also it may be used effectively when anterior teeth are to be replaced، زي ما احنا قلنا. بلات الاستراب شوف شكله عامل ازاي، زي بالظبط الميدل بلات البار، تمام. بس زي ما احنا قلنا كده الفرق بين الاستراب والبار ان عندي الاستراب بيبقى الثيكنس بتاعه او مور وايد زان اللي البار. احنا قلنا البار من اقل من 8 مللي، انما الاستراب من 8 ل 12 مللي، فده مور وايدر، بس هو في نفس المكان بتاع الفيرست مولر والجزء طالع بتاع الايه البري مولرز كمان، تمام. فنقراه كده: بلاتال ستراب از ا وايد بلاتال بار، هو زي برضه الميدل بلاتال بار بالظبط بس مور وايد عنه، and because it is wider it may be also be thinner، في هذه الحاله ممكن يكون سن، فده مش هيتعارض مع حاجه التنج خالص خالص خالص. it less objectionable to the patient، اهو لسه اقل تعارضا مع العيان، and helps to distribute stresses of mastication over a wider area، في نفس الوقت هنقدر ان احنا نعمل distribution للستريسز اللي نازله على مساحه اكبر، فهيبقى في نفس الوقت ده كده with الفيزيكال ليميت بتاعنا، الفورسز اللي نازله على السوفت تيشو والبون هتبقى وزن الفيزيكال ليميت لانه بيغطي مساحه اكبر، تمام. النوع الرابع احنا قلنا هو برضه عباره عن ستراب بس هو انتيريور شويه، يعتبر عن زي الانتيريور بلاتال بار بس هو ستراب، فانتيريور بلاتال ستراب ومعاه في الجنب زي ما احنا شايفين كده ماشي على اللاترال وول. في حاله الكلاس 1 نقدر نستخدم الهورشو عامل زي حرف اليو المقلوب كده او حدوته الحصان. مي بي يوزد وير ا بلاتال تورس اكزيست، طب انا هنا عندي اكزيست تورس موجود في الميدل اهو بتاعه البلات، احنا ممكن نتجنبه مفيش مشكله خالص. فروم ميكانيكال ستاند بوينت، من الحاجه النقطه الميكانيكيه، ات از ا بور كونكتور، هو كونكتور ضعيف جدا. احنا قلنا ان اهم حاجه ان هو يكون ريجيد، ففي الحاله ديت احنا عندنا في الجزء اللي هو البوستيريور دوت فاضي مفيش موجود، فبيكوز ات از فليكسيبل اند موفمنت اوكيرز ات ذا اوبن اند، في الجزء الاوبن اند دوت اللي هو موجود تحت ده خالص بيبقى فيه حركه، فعشان نتغلب على هذه العيب بنعمل بعد كده اللي هو كلوزد هور شو، ان احنا بنعمل فيه بوستيريور بلاتال استراب، هنشوف في النوع اللي هو رقم 5 يعني. بس عندنا برضو النقطه ثانيه ان الميتال ماست بي ميد سيك تو اتشيف ريجيتي، عشان نعوض ان هو ضعيف واقل ريجيتي فبنخليه سيك عشان ايه يبقى يكون مور ريجيد، اند ذيس از مي انترفير ويز فوناتكس، في نفس الوقت دوت لو هو خليته سيك هو موجود على المنطقه الرجوعيه زي ما احنا شايفين، ففي نفس الوقت هيتعارض مع حركه التنج، فده بيبقى مش كويس شويه ان احنا ما بنقدرش نستخدم، او احد عيوب استخدام الهورشو او اليوشيب. This may interfere with the phonetic and cause discomfort. It
is designed to be at least 6 ملي away from the gingival margin. زي ما احنا قلنا هو بعيد عن gingival margin بحوالي 6 ملي away from the gingival margin or carried onto the cingula of the teeth. او لو احنا هنضطر ان احنا نخليه على التيس يبقى قاعد ريست على السنجلم بتاع التيس ونعمل في الحاله دي ريليف على الجزء بتاع الجنجيفال مارجن. تمام. الجنجيفال مارجن ماست بي لايتلي ريليف زي ما احنا قلنا اهوت. It is anterior border is placed in the valleys of the rugae. في نفس الوقت في المنطقه ديت هنبقى نحطه على الفالي او الوديان بتاعه الروجي. طيب عشان نتغلب زي ما احنا قلنا كده على ان هو ممكن يتحرك من الاوبن اند اللي احنا قلنا عليها بوستيريلي فبنعمل كلوزد هورش شو ويبقى ده مور ريجيد. تمام. فاكلوزد هورش شو از ا ريجيد كونكتور درايفز جود سبورت فروم ذا بلت. احنا خلاص في عندنا انتيريور بلت الاستراب وبوستيريور بلت الاستراب فده كده خلاص مغطي الاوبن اند اللي كانت موجوده في اليو شيب العاديه اللي كان indicated for class 1 or class 2 زي ما احنا شايفين كده class 1 و class 2 هيبقى متغطي. when anterior teeth are to be replaced وفي نفس الوقت انا عندي الانتيريور بلاتل استراب هي ممكن نزود عليه الانتيريور تيس الايه موجوده ونعملها ريبليس. has a disadvantage of interfere with phonetic and cause discomfort in some patient. في نفس الوقت اللي هو لازال برضه بيبقى مشكلته ان هو قاعد على روشي اريا فهتعارض مع حركه التانج. النوع السادس بقى خلاص complete coverage اهو البلد كله متغطي. فبيقول لك the complete بلد covers are a wide area of the بلد than any other maxillary connectors so it contributes maximum support. طبعا كل ما يكون cover للسوفت تيشو والبون كل ما هيجيب support كل ما هيوزع الفرص اكتر على السوفت تيشو والبون under tension to the prosthesis. تمام. بس the extensive area coverage makes possible a wide distribution of functional load and there will be very little movement of the base during function. This will reduce the resultant stresses which are so destructive to the abutment teeth. يبقى احنا كده خدنا ست انواع واحنا زي ما انت كده احنا بنفهم الحفظ او بنحفظ بفهم. تمام. فالست انواع هو كل نوع هيتدرج في الكفرج بتاعته ومكانه البوزيشن بتاعه. اول حاجه عندنا السنجل بار هو انتيرور ولا ميدل ولا بوستيرور اكوردنج تو البوزيشن بتاعه. طب انا لو خليت البار ده دبل بار هيبقى عندنا النوع الثاني اللي هو الانتيرور بوستيرور بلات البار او الرينج ديزاين. تمام. رحت مزود شويه الستيكنس بتاعه فعملت الاستراب بعد ما كان عندي الميدل بلات البار بقى عندي هيبقى الاستراب البلات الاستراب. لو زودنا كمان الانتيرور بلات الاستراب وعملنا معاه حرف اليو شيب في جزء ماشي على كلاس 1 او كلاس 2. تمام. ده هيبقى عندنا الهورش شو او اليو شيب. اليو شيب لو انا قفلته من ناحيه البوستيريور يبقى عندنا كلوزد هورش شو اللي هو مقفول. تمام. وبعد كده عندنا الكومبليت كفرج اللي هو رقم 6. يبقى احنا كده حافظين الست انواع بالفهم ومفيش اي مشكله خالص فيهم. شكرا.